راح أشرح، وبعدين راح أعطيكم شوية عن حملة الشهر الجاي عشان تعرفوا إيش المتطلبات اللي راح نحتاجها منكم الفترة الجاية. وبنهاية المكالمة اليوم إن شاء الله بتقدروا يعني نفتح نقاش ونحكي عن الأسئلة. إذا صار في أي شيء بالإنترنت اليوم يارا، بليز بتشيل الشاشة بسرعة وبتكملي عني، لأنه خايفة من الكونكشن تاعي اليوم. اللي فاتح المايك بليز سكره على أساس يوصل الصوت للجيم. أوكي نبلش. أهلا وسهلا فيكم بالجلسة الرابعة من تدريب التمويل الجماعي التابع لإدسيد. اليوم رح نحكي شوي عن نصائح عن كيف تنشئ حملة تمويل جماعي ناجحة. شوي رح نحكي عن كيف تصوروا الفيديو، عن هاي التفاصيل اللي كنتم تسألوا عنها بالأول، ورح نحكي شوي برضو عن أهمية مواقع التواصل الاجتماعي لحملة التمويل الجماعي الناجحة، وكيف إنه برضو تستخدموها بشكل أساسي. هلأ عشان بس أعطي نوت للكل، أنا اليوم رح أحكي عن بعض الأمور، بس هدول المجالين الاثنين، سواء كيف نعمل فيديوهات حلوة ومبدعة وكيف ننشر على مواقع التواصل الاجتماعي، هدول لحالهم بحر الاثنين. فأنتم من خلال البحث اللي إحنا حكيناكم عليه من أول جلسة، حكينا لكم إنه حيتطلب منكم تعملوا شوية بحث لتنتجوا أمور أفضل. فإحنا اليوم رح نعطيكم الأساسيات، رح نعطيكم المنطلق يعني لتبلشوا، وأنتم لحالكم رح تصيروا بعدين تدوروا يمكن تفيدوا بعض على جروب الواتساب، تحكوا لبعض بعض النصائح في هذا الموضوع. فنصائح عامة لكيف تنشئ حملة تمويل جماعي ناجحة. 1، قم بإكمال ملفك الشخصي، لا تترك فراغات. هذا هو اللي احنا طلبنا منكم تعبوه، وانتم عبيتوه حاليا على الفورم. بلشوا برضو اكتبوا اللي كتبتوه على الفورم، اكتبوه على التطبيق من هلا، من هلا خلي فراغكم جاهزة. التعديلات سواء على اللغة الإنجليزية أو سواء على ثيم الحملة، هذا كله راح يوصلوا لكم من خلال مني أنا ويارا خلال الكم يوم الجايين. في عنا فريق تاني عم يشتغل معنا لنحسن بروفايلاتكم ونبعث لكم إياها، وأنتم برضو بدكم تساعدونا. يعني أنا الملاحظات اللي أعطيتها شوية امبارح عن كيف بروفايلك ممكن يكون أحسن، بتمنى تاخذوها بعين الاعتبار تعبوا بروفايلكم من أول وجديد. أنتم أعرف بحالكم أكثر من إحنا أعرف فيكم، بتمنى انه اللي بيقدر يرجع يعيد بروفايله وحس انه في امور كان هو عاملها غلط يرجع يعبيه. بالاضافه للناس اللي كانوا عند السكشن تاع هاو يو هاف جيفن باك، كانوا فاهمين السؤال غلط. السؤال مش معناه انه انت كيف بدك ترجع المصاري، هذا معناه انه احنا بنحكي عن شيء اسمه سوشيال كابيتال. السوشيال كابيتال، الكابيتال بالعاده هو راس المال او مقدار المصاري اللي بيكونوا معك. احنا بنسميه لما نحكي سوشيال كابيتال هو قديش انت عامل امور اجتماعيه في حياتك، فهو راس مالك الاجتماعي احنا نحكي. فسألينكم how you have given back بالانجليزي هاي من الماضي، بمعنى انه انت اصلا بالمجتمع كيف اعطيت من قبل. فالفيلد الاول اللي هو فيه تعباية ايش هم الامور التطوعية اللي انتم عملتوها، الافضل يكون لها تخصصكم. اذا ما في اشي معلقة بتخصصكم تكتبوا الاشياء اللي بشكل عام. هذا الجزء اللي معبيه غلط. تاني شيء شفت منكم بعض ناس مش معبين البورتفوليو بالبلوج. مش مشكلة إن أنا حكيت لكم إن أنتم معبوا الفورم شو ما كان، فبس من هون لتكملوا شغلكم على الحملة بتمنى تكونوا عاملين بلوج أو بورتفوليو. حكيت لكم الخيارات كتير واسعة في هذا المجال. البلوج أنتم بتقدروا تعملوا أي صفحة على أي من المواقع تاعون البلوج، تكتبوا يمكن يكون بيج واحدة تكونوا حابين تكتبوا فيها قصتكم او تكتبوا اشياء عامه عنكم، انتم حرين في هذا الموضوع، وتحطوا اللينك تاع البلوج في مكان البلوج. والبورتفوليو تاعتكم شو ما كنتم مشتغلين، سواء في اشياء خلينا نحكي ماتيرياليستيك زي مثلا ديزاينز تاعكم، شغلكم في المعماري، شغلكم في مشاريعكم السابقه اذا بتدرسوا هندسه، في حدا نوار بيعزف جيتار فحاطط الشانل تاعت اليوتيوب بتاعته اللي بيعزف عليها جيتار، اي شيء امثله على شغلك الماضي. حتى لو انت عندك صور لمشاركات في مكان معين، اعمل مثلا صفحه درايف او صفحه وين مكان وشارك هذا اللينك مع الدونرز. فعم بعطيكم خيارات لتقدروا انه لما يدخل الدونر عليك على حملتكم يشوف لا في فراغ واحد. ليش؟ لانه هذا الشيء بعطي انطباع انه انت حدا جدي في الحمله وحدا فعلا اشتغل على الحمله ليطورها وتكون بيرفكت خليني احكي. فهاي اول نصيحه.
كملوا بروفايلاتكم، وانا حكيت لكم معاكم من هون لنهايه الشهر انه تشتغلوا، وابدر ما اشتغلتوا ابدر ما احنا اعطيناكم فيدباك لتعرفوا انه اللي عملتوه صح ولا مو صح. ف وفي شهر 10 ان شاء الله احنا عندنا 2/10 الديدلاين تبعنا لنطلق الحمله، بشهر 10 بس بصفي عليكم شغل انه تعملوا فيديوهات جديده، ولا بروفايلكم حيكون جاهز، صورتكم جاهزه، وهاي التفاصيل. فهاي اول نصيحه. النصيحه الثانيه العنوان الامثل. شفتكم في بعض ناس حطوا عنوان لطيف ويعني ظابط، وفي ناس كان العنوان تبعهم كثير جنرال. بالعاده انتم اتخذتوا بنصيحتي بالاولى انه ما بدنا نبعد شوي عن الاشياء اللي كثير عامه، اللي هي انه انت اذا انا قرات الاسم تاع حملتك انا باحتمال اني ما اتذكرها، لانه هي عباره عن help my education او my dream او help me fund my tuition، او هاي الاشياء كثير عامه وما فيها شيء بيخلي الدونر يتذكر مين انت. اوكي، فالثيم تاع حملتكم اللي انتم حتستخدموه اللي هو مثلا زي عمر اللي بده يصير عالم، زي نوار لما بدك تصير انت عازف جيتار شاطر، فلازم الاسم الحمله تاعتكم يكون في شيء له علاقه بالميجر تبعكم او بالحلم الكبير تبعكم، شيء انا بتذكر انت مين. اوكي، ممكن تكون اسم حملتك ذا نيكست ستيف جوبز. اوكي، انا ما حنسى هذا الشخص اللي بده يصير زي ستيف جوبز، انا بدي النيكست نوبل برايز وينر، هيلب مي ريتش مارك، في عنا اللي هي مارس سوري، في عنا صبية بدها تروح على ناسا، فهي راح اخترعت تايتل تاني اللي هو أنا بدي أوصل المريخ، بدي أكون حد أول حدا على المريخ، فأنا هيك اسم التايتل، هيك التايتل تبعي. فكيف إنه تعملوا عنوان له علاقة بتخصص، له علاقة بالثيم الأساسي تبعكم، وأنتم حرين قديش يعني تعملوه فانكي أو كول على الآخر أو كتير لافت، أو حتى ممكن يكون رسمي بس يكون واضح. فأنا لما بدخل على حملتك وبس بشوف التايتل فأنا هيك ما بنساك، تمام؟ ففي بعض منكم كان تايتل تبعه منيح، في الأغلب صراحة التايتل ما كان كتير قوي، فأنا بحكي لكم هلأ، أعطيتكم أمثلة وإذا بدكم نتناقش في الموضوع كمان بنهاية الجلسة، بس كلياتكم هلأ بدكم تبلشوا تفكروا بتايتل أقوى لحملتكم، حدا إذا سمع التايتل هاد ما ينسى. أوكي؟ ثلاثة، خذوا وقتكم للتخطيط للحملة وما تستعجلوا الأمور. بعرف انه انا عم بحكي لكم استعجلوا، بس انا عم بحكي لكم استعجلوا حتى احنا نعطيكم فيدباك بشكل اسرع. الفكره من هاي النقطه هي انه احنا اوريدي اخذنا بعين الاعتبار انه نعطيكم التدريب قبل بفتره من الحمله عشان نعطيكم شويه وقت لتشتغلوا على الحمله تاعتكم. كيف كنتوا تشتغلوا على الحمله؟ من عده اسبيكتس او من عده نواحي. الناحيه اللي هي شو هو الثيم تاع حملتكم اللي انتم حاليا هلا شغالين عليه، كيف انا ستايل الفيديوهات تبعي رح يكون، شو كيف بدي اقسم الفيديوهات تاعوني، هل انا مثلا بدي احكي قصه واحده على عدد فيديوهات، هل انا كل فيديو بدي مره اذا انا بعزف جيتار مره بدي اعزف اغنيه معينه، هل انا بدي ارسم بالفيديو تبعي، هل انا رايح اليوم على الجامعه بدي اخذكم معي احكي لكم شو صار معي بالطريق او انا افرجيكم جامعتي، هل انا بدي احكي لكم عن موقف مره صار معي وكثير كان بضحك، هل انا بدي اعمل تحدي زي اللي فرجتكم اياهم امبارح. هذا الاشي endless، هذا الاشي غير نهائي، انت بامكانك تكون مبدع جدا في الموضوع وما في له حدود، انت حر، بس هذا كله بده تخطيط، بده انك تقعد مع حالك تعمل شويه ريسيرش، تبحث، تشوف افكار، وانت تضيف من اللي عندك وتطلع افكار جديده للكونتنت. اذا هاي اول شغله محتاجه لتخطيط. ثاني شغله، كيف بدي انشر حملتي؟ مين هم الدونرز؟ وينهم؟ كيف بدي اوصلهم؟ كيف بدي احكي معاهم؟ هاي الامور شرحناها امبارح. بروح مثلا انا بدور على جروبات على الفيسبوك فيها عدد ناس كبيره وممكن يكونوا مهتمين بحملتي، هذا الشيء بده تخطيط وبده وقت. انا بدي اروح بدي اعمل هذا التحدي اللي حكيت لكم عنه، معناته بدي اوصله، انا بدي اروح احكي مع الفريندز تاعوني في مكان معين لحتى يوصلوني مع بوتنشال دونرز بنسميهم، او هم الداعمين المحتملين. فكل هذا تخطيط، ان انت مين بدك تحكي ومين بدك توصل وين بدك توصل، هذا كله بده تخطيط، تمام؟ فانتم هذا الامور الماركتينج بالذات من هون لنهايه الشهر بدكم يعني معاكم وقت تفكروا فيهم، وانتم حاليا بهذا الاسبوع بس مطلوب منكم تعملوا الفيديو الاول اللي بدكم تعرفوا فيه عن حالكم. كثير سهل الفيديو الاول، تعريف عن حالكم، شو عم تدرسوا، وين انتم، وشو بدكم تكونوا عم تعملوا في هاي الحمله، وتابعوني في الفيديوهات الجايه. نقطه، انت ممكن تكون في الحديقه، ممكن تكون في غرفتك، ممكن تكون في اي مكان، بس عم تحكي هذا الفيديو هذا عشان خليكم تحطوا رجلكم يعني
الموضوع، وبعدين انتم باشروا في الفيديوهات اللي زي ما بدكم تكون. تمام؟ اذا هاي هي الفكرة، بانك انت حملتك لازم تقعد تشتغل عليها، تخطط عليها، مش اشي انا خلص بلشته وبدون تخطيط ويلا على السبهللة ويلا نبلش. 3، ما بعرفش اذا احنا وصلنا رقم 3 بس او 4 يمكن، ما بعرف، بس انه هون عم بحكي عن حول وصفك اللي هو الديسكريبشن تبعك لقصة. اوكي، في واحدة من النقلات اللي بعت لكم اياها اللي اسمها الستوري تيلينج ويل فيول يور فاندريزنج كامبين، معناها انه انك القصة، قصتك او انك الرواية بتاعتك هاي بتعطي، يعني بالانجليزي بترجم فيها حرفيا فيول، يعني كانها بتعطي بنزين للحملة تاعتك، عم بتولع الحملة تاعتك. الناس بحبوا يسمعوا قصص، بدل ما انا اجي احكي لك فاكتس، اجي اعطيك حقائق معينة عن حالي، انا ممكن احكي لك كيف صارت معي هاي الحقائق وكيف صار معي الموضوع، واحكي لك اياها بكل نغاشه وبكل لطافه، وانا كمستمع اوكي احب اكمل الفيديو عشان اسمع شو صار في القصه. تمام؟ هاي شغله. او اصلا انت لما تكون عندك قصه مؤثره معينه انا ما راح انساها. تمام؟ فمثلا في عندنا احد الطلاب الموجودين على التطبيق اليوم اسمه محمود الخطيب. محمود من مخيم عين الحلوه بلبنان، هو فلسطيني لاجئ بلبنان. تمام؟ فعنده قصه فيري انترستينج، كيف انه كان مع عائلته بلبنان وكيف قديش اجتهد وكان عم بدرس دائما، علشان هيك اجت مؤسسه اعطته منحه يطلع يدرس الهاي سكول في ايتن كوليدج، يعني هاي مدرسه هاي سكول ببريطانيا كثير قويه بدرسوا فيها الناس الرويالز. وحاليا هو هلا عم بدرس هاي سكول في ايتن كوليدج وعم بجمع مصاري من هلا لكليه الطب اللي بديروا عليها السنه الجاي. This is a touching story. يعني he's from the camp، يعني من المخيم لايتن، وهلا بده يصير دكتور وبده يربح جائزه نوبل كمان. شوفوا قديش سترونج القصه تاعته، قديش انا لما بحكيها فعلا رح تجيب دونرز. والطالب الثاني اللي اجى الفند تاع ال 100,000 دولار تقريبا نفس القصه مشابهه، لانه من نفس المخيم وراح على نفس المنحه تاعت ايتن. ف دائما فكروا شو القصه هاي اللي انا بدي احكيها للدونر وما حينساها، وحتشعر انه هو فعلا يعني حابب يدعمك في الحمله. فاللي بحس انه ما عنده قصه في حياته، المقال اللي بعثت لكم اياها هاي بتحكي عن انه كيف تربط الايفنت المعينه في حياتك اللي هي مواقف معينه ممكن تكون صارت في حياتك، كيف تربطها مع بعض بتحول قصه. ف جود لك في هذا الموضوع، بس انا عم بحكي لكم موضوع الستوري تيلينج، هذا شيء كثير مهم انه انت دائما تحكي قصه بدل ما تقعد تحكي بكل جمود وبتحكي بامور عاديه. وهذا الشيء برضه راح يساعدكم انتم في حياتكم بما شت شو ما كان تخصصك، شو ما كان تخصصك، موضوع الكوميونيكيشن مع الناس وتوصيل فكره للناس، هذا الشيء انتم بتعيشوه في حياتكم اليوميه. وقديش كنتوا ناس اقوى في قديش فرصه حصولكم على عمل او نجاحكم في الحياه اكبر. فهي احد السكيلز اللي احنا وعدناكم فيها من اول جلسه، انه انتم من خلال انه تتعلموا كيف تحكوا في حملتكم، هذا الشيء راح يعني راح يساعدكم، راح ينعكس على حياتكم ويحسن من ظهوركم. فجود لك في هذا الموضوع. نسيت برضه الرقم، مش مهم. ابني شبكه من المعززين على التطبيق، حكينا كثير امبارح عن موضوع الدونرز وكيف نفهمهم وكيف نعرف وين نوصلهم. هدول من ناحيه الدونرز، وفي الناس الثانيين اللي حكينا عنهم اللي هم احنا مسميينهم معززين، اللي هم الاندورسرز او الستودنت ادفوكيتس. هدول بيسجلوا على التطبيق مش تحت ستودنت ولا تحت دونر، هدول بيسجلوا تحت ستودنت ادفوكيت. شو بدخلوا يعملوا على حملتك؟ بيعملوا شغلتين، بيعملوا اندورس السكيلز تاعونك، واتفقنا شو هذا الشيء مهم، انه يدخل الدونر على بروفايلك ويشوف انه انت في 100 واحد عامل لك اندورس على سكيل معينه، هذا الشيء راح يخليه يثق فيك اكثر. وشغلة تانية بيقدروا يعملوها اندورسرز هم انه يشاركوا حملتك سواء على السوشيال ميديا او البوستات اللي انت اصلا بتحطها على السوشيال ميديا، يشاركوها عندهم على النتورك تاعتهم، لحتى انه بالنتورك تاعتهم احتمال يكون في ناس حابين يدعموك ماليا. اذا هذا دور الستودنت ادفوكيتس، عشان هيك انت كثير مهم انه انا اوكي بدي احصل على دونرز، بس برضه موضوع الاندورسرز كثير مهم. فانا بعجق الموضوع بعيلتي، باصحابي، بالناس اللي عندي بالجامعه، بكل معارفي على الفيسبوك، كل هذول الناس اللي ما بيقدروا يدعموك ماليا بس بيقدروا يعملوا لك فزعه، احنا بنسميها فلسطين الفزعه، انا اكتشفت انه الفزعه لها معنيين، لما بيكون في طوش الناس بيفزعوا، وفي فزعه اللي هي انه لما بيكون في فرح شيء هيك فانه بيفزعوا الناس، لا يعني انه بشدوا الهمه عشان يساعدوهم في شيء معين. فانا بقصد المعنى الثاني، انهم يساعدوكم في هذا الموضوع فتعملوا فزعه. وان شاء الله هيك يعني تنشهر الحمله على السوشيال ميديا وعدد دونرز اكثر يدخل على الحمله بتاعتكم.
فهاي شغلة بدكم تحطوها بعين الاعتبار. جزء من الأمور اللي بتخططوا لها إنه كيف بدكم تنشروا الحملة بين بتاعتكم. أوكي، اجذب انتباه المؤثرين إلى حملتك. المؤثرين اللي هم الانفلونسرز، أوكي؟ هدول الناس اللي موجودين على السوشيال ميديا، اللي يمكن اللي طلبت منكم امبارح يجيبوا منهم مجموعة. الانفلونسرز هم عبارة عن ناس عندهم عدد فولورز كتير، وهدول الفولورز بيثقوا فيهم، بيثقوا في رأيهم، وبالعادة بيعملوا الأمور اللي هم بيطلبوها منهم. أوكي؟ إذا بتعرفوا أحد، أي حدا من اللي موجودين على الشاشة، بس أنا راح أعرفكم فيهم لأنه هدول اللي خطروا على بالي لما كنت بعمل بالتريننج. في على اليمين اسمه عمر حسين، هذا سعودي، وفي على الشمال محمود بطار، هذا سوري عايش فيه. عمر حسين اللي على اليمين هاد موجود بالسعودية ويوتيوبر مشهور، عنده أكثر من 100 ألف سبسكرايبر، عنده أكثر من وصل مليون أظن، عنده يمكن مليون سبسكرايبر، بس المشاهدات على الفيديو الواحد تيجي 100 ألف، فهذا يعتبر إنفلونسر، وبالعادة بيعمل فيديوهات الناس بتتفرج عليه. فاللي صار إنه اليو إن إتش سي آر اللي هي مفوضة اللاجئين بتاعت اليو إن، عملت قبل فترة، قبل رمضان مش الماضي اللي قبله، عملوها برضو رمضان الماضي، راحوا على مخيم الزعتر للاجئين السوريين في الأردن، وراحوا دعوا كل الانفلونسرز من حوالين الوطن العربي، تمام؟ وكان منهم أحدهم عمر حسين، جابوه على مخيم الزعتري. وهو شو الهدف من الحملة؟ إنه يجي يصور، يشوف شو الوضع، وينشر هذا الإشي على صفحة اليوتيوب بتاعته، ويطلب من المشاهدين إنهم يدخلوا على الموقع المعين ويدعموا اللاجئين الموجودين في مخيم الزعتري. الـ UNHCR نفسها تفاجأت بعدد الهائل من الدونيشنز اللي اجاها في هذا رمضان، لانها هي جندت انفلونسرز ليساعدوا يوصلوا، يعني to spread the word، اللي هي انه ينشروا الخبر عن هاي الحملة لاكبر عدد من الناس. فهذول الناس دخلوا على الموقع وتبرعوا. لعلمكم اللي سألني في موضوع الوطن العربي، في الوطن العربي بين الخليج صار كل الناس بتدفعوا اونلاين، حتى بالاردن، حتى بلبنان، حتى عندنا في فلسطين بلش الموضوع يصير شيء عادي انه الناس يدفعوا اونلاين. فكل الدونيشنز اجت من هاي المناطق اللي هو الميدل ايست كله، وجمعوا ملايين الدولارات لمخيم الزعتري. فانت اذا في حدا من اللي حواليك من النتورك تاعتك، حدا انفلونسر، حدا عنده فولورز كتير، او يمكن انت ما بتعرفه بس انت حاول شبك معاه، حاول اوصله بطريقه او باخرى، وهذا الشخص اذا نشر حملتك قدام الناس، فانت هيك اكثر ناس عرفوا عن حملتك، واكثر ناس دخلوا تبرعوا او دعموك انهم نشروا حملتك بزياده. فوين ما في انفلونسر حواليك دور عليه وشبك معاه لينشر حملتك بزياده. فهون بتيجي قوه الكراود فاندنج، الكراود، الجماعه، اكبر عدد من الناس. بعدين الفيديوهات، الكونتنت نفسه، المحتوى نفسه اللي انت بتعمله بحملتك، قديش هالمحتوى جاذب عشان انا كدونر اتبرع لك وانا مغمض عيني. فيو ستيبس، بعض الخطوات عشان انتم تعملوا هاي الفيديوهات. اول شغله، المعني من قصه ادسيد او من الابلكيشن تاع ادسيد زي ما حكيت لكم في اول جلسه، هي انه الدونرز عم بيحكوا انه هم بدهم يعرفوا اكثر عن الطلاب عشان يعرفوا انه الدونيشنز تاعونهم مو رايحه على الفاضي، هي رايحه لناس هم تعرفوا عليهم وعرفوهم وعرفوا شو اهتماماتهم وشافوهم شو صار في حياتهم بعد الحمله، وهذا الشيء بحفز الدونرز انهم يتبرعوا لناس كمان وكمان. فهاي الفكره من الموضوع، انه الديلي ابديتس على الحمله تاعتك، وعشان هيك عملنا الابلكيشن بطريقه انه بيشبه الانستغرام، انه ليساعدك انك انت تعمل ديلي بوست كل يوم فيديو وتحطه، دونرز كل يوم يدخل يفتح زي ما بيفتح الانستغرام ويمشي عليه، يفتح ادسيد ويمشي عليه ويشوف البوستات، يشوف الفيديوهات الجديده اللي نزلت، تمام؟ فكيف هاي الفيديوهات؟ هاي الفيديوهات طبعا ما بتطلب، احنا برضه اخذنا بعين الاعتبار يعني مش تقعد تعمل، بدك تجيب كاميرا محترفه، بدك تجيب مصور، وبدك تصور، وبدك تمنتج، وبدك تنزل الفيديو، لا، احنا بعدنا عن هذا البروسيس الطويله هاي كلها، احنا عم نحكي عن فيديوهات بسيطة زي فيديوهات سناب شات، زي فيديوهات الانستغرام. انتم حرين، ممكن تعقدوا الموضوع بزيادة وتعملوا اشي اكثر احلى، ما في مشكلة، بس هي الفكرة انه انت بكاميرا الموبايل كافي انك انت تعمل محتوى خرافي. الناس المشهورين على انستغرام وبيعملوا فيديوهات كتير خرافية وكتير بتضحك وكتير في منها معنى وهدف،
هدول ما بيستخدموا كاميرات، بيستخدموا موبايلاتهم، هي موبايلات بتصور. فهاي الفكرة من انكم تعملوا الديلي ابديتس. شو لازم تكون؟ اول شغلة لازم تكون قصيرة، ما بين دقيقة وثلاث دقائق ماكسيموم. ليش؟ لأن المشاهد لا يطيق أن يشوف فيديو أكثر من 3 دقائق، إلا في حالة إنه هالفيديو مور يعني مور ذان خرافي، إشي كثير رهيب، إشي كثير كبير، تمام؟ بس إحنا بننصح الطلاب إنه من دقيقة لثلاث دقائق توصل فكرة معينة سريع، انتهى الموضوع. وكل يوم تنزل. برضه هدف من الموضوع ان انت ما تتصعب من الموضوع، انت ما حتقعد تعمل فيديو ساعه، انت الفيديو كله بعضه من دقيقه لثلاث دقائق. ثاني شغله، الفيديو لازم يكون الحكي اللي بتحكيه جوا، اذا انت عم تحكي، اذا انت واقف قدام الكاميرا عم تحكي، اذا مش فكره ثانيه يعني ان كيس انت عم تحكي قدام الكاميرا، الشيء اللي بدك تحكيه زي ما حكيت لكم قبل شوي كنت تحولوه لقصه، وهي القصه عنك انت. انت كيف بدك تتحسن في المستقبل؟ انت كيف مره حصلت على منحه في المكان الفلاني؟ انت كيف مره كنت في سنتر معين واجاك حدا وحكى لك عن الموضوع فانت حكيت له هيك؟ اي شيء، بس هاي انت بتحكيها كشكل قصه وعنك انت، اذا شيء شخصي ومرتبط فيك انت ويحكى على شكل قصه، تمام؟ وكونوا مرتاحين قدام الكاميرا، هاي شغله كثير مهمه. ثالث شغله، امور تكنيكال او لوجستيه خليني احكيها، موضوع الاضاءه والصوت. مش عم نطلب يكون في عندك عدة إضاءة، ومش عم نطلب يكون عندك ميكروفون خرافي، احنا عم نطلب انه انت لما تيجي تصور على الأقل توقف قدام الشباك أو تضوي ضوء الغرفة بشكل منيح. انك وهذا الشيء بينطبق على موضوع الفيديو، على موضوع الصورة تاعت البروفايل بيكتشر تاعتكم، انها تكون واضحة. فأنتم بتستخدموا أمور بسيطة لتحسين جودة الصورة. فأنت بالعادة ممكن موبايلك يكون جودته مو كتيرة، لكن أنت إذا انك بالعاده بتصور يمكن جوا البيت او بتصور جوا الغرفه، بس اذا صورت برا او صورت فتحت الشباك كله كان وجهك قدام الشباك، ففي اضاءه طبيعيه جاي على وجهك وصورت، هذا الاشي بيحسن من جوده الفيديو. فهاي شغله كثير مهم تاخذوها بالاعتبار، انه انت عم تحكي اذا انت قدام الكاميرا فاحنا شايفين ملامح وجهك ومرتاحين بالصوره اللي احنا شايفينها، لانه هذا الاشي بنفر اذا انت قاعد جوا الغرفه وضوء كثير خفيف وتحت الحرام وعم تحكي، طب احنا مش شايفينك والصوره كتير رديئه وعن جد مو شايفينك، فهذا الشيء بيخلي الدونر انه يبعد عن الموضوع شوي. زائد موضوع الصوت، اذا صوت موبايلك مو منيح ممكن تحط سماعه، اللي هي هذا المايك الصغير اللي موجود بالسماعه لان هلا عم بحكي فيها يعني عم ببعد وبقرب فيه، هذا ممكن تستخدمه يطلع معك جوده منيحه. بالعاده اصلا الفيديوهات الجديده الايفونز كلها جوده صوتها منيحه، السامسونج برضه جوده صوته يمكن من اس 4 وفوق جودته منيحه، ما بعرف عن الباقي، بس بالعاده صوت الموبايلات منيح، فانه ما تكون كتير بعيد، يمكن في حدا بده يصورك وانت واقف كتير بعيد عن الموبايل، فهيك حيأثر على جوده الصوت، فهي دير بالك من هاي الشغله. اربعه، اصنع علامه خاصه فيك بك. شو معناها؟ معناها انه انا هاي شغله يمكن اللي بيحضروا يوتيوب بيشوفوها، لما بيتابعوا يوتيوبرز معينين ببلشوا الفيديو تبعهم بطريقه معينه او بنهوه بطريقه معينه، بيحكوا مثلا جمله معينه في كل فيديو بيحكوها او بنهوا الفيديو بطريقه معينه. ليش؟ عشان اللي هاي الكلمه اللي هم عم بيحكوها او الجمله اللي عم بيحكوها بالاخر بالعاده بتنشهر وبصيروا معروفين فيها، فاي ما حدا سمعها حدا فبيعرف انه هاي لفلان. اوكي، فراح اعطيكم مثال جدا بسيط. في يوتيوبر اسمه محمود العساوي ببلش الفيديوهات تاعونه دائما مرحبا يا ناسي عسل، يعني إشي كتير بسيط بس هو بيحكيها هيك، وانه بالنسبه له كيوت، هو مش جاي يطلب إشي يعني مش موجود على ابلكيشن او إشي، بس خلص صارت معروفه انه هاي الجمله وين ما حدا بحطها على اليوتيوب وين ما حدا بحطها على الفيسبوك او بيحكوها مع بعض معروف انه هاي الجمله مرتبطه مع فلان. فانتم بامكانكم بستايلكم الشخصي، انتم حرين، انتم اشي بشخصيتكم وموافق لشخصيتكم تحكوا اشي معين بالبداية او بالاخر يعني يعكس شخصيتكم وتنعرفوا فيه. فاذا عرفت حملتكم يعرف انه هذا الحكي لعمر، هذا الحكي في واحد اسمها رانيا بتحكي دايما، تمام؟ فهاي شغلة خدوها بعين الاعتبار. بالنهاية اخر شغلة بدي احكيها هلا، هاي اشي كتير مهم، وهاي مش بس في فيديوهاتكم، برضو في بوستات الفيسبوك اللي بتتبعوها وفي كل إشي أنتم بتحكوا مع أي شخص قدامه. اطلب من المشاهد أن يتخذ إجراء معين بالنهاية، هاي بالإنجليش بنحكيها call to action. أنت بتحكي لحدا قصتك، أوكي؟ تمام، حكيت له قصتك، he was touched، يعني عجبته القصة هاي وعرفتك وكل تمام، مش نقطة،
بدك تطلب منه إشي معين، هذا الإشي بنهاية كل فيديو أنت لازم تطلب من الشخص اللي عم بيحضر الفيديو إنه يعمل إشي معين، أوكي؟ اليوتيوبرز بالعادة بيطلبوا من الناس يعملوا لايك، سبسكرايب، وهي الشغلات، أنتم شو بدكم تطلبوا؟ عندكم أكثر شغلة ممكن تطلبوها، ممكن تطلبوا إنه تتابعوا تروحوا تشوفوا باقي فيديوهات بروفايل حملتي. ممكن تطلبوا منهم إنه يشاركوا حملتي على مواقع التواصل الاجتماعي، شاركوها بين النتورك تاعتكم. ممكن تطلبوا منهم يتبرعوا، احكوا لهم ادخلوا على حملتي اعملوا لي دونيت او سيد، احنا مسمينها على الابلكيشن، انه ادعموا حملتي لو سمحتوا ادخلوا اعملوا لي سيد عشان اوصل هدفي، او انا ادخلوا اعملوا لي اندورس على السكيل المعينه، ادخلوا شوفوا البورتفوليو تاعتي. في كتير اشياء ممكن تحكوها، تمام؟ بس ايش كتير مهم انه ما تخلصوا الفيديو الا وانتم طالبين من الشخص اللي قدامكم يتصرف تصرف معين. ونفس نفس الاشي بالبوستات تاعكم على السوشيال ميديا، ممكن انت تاخذ لينك لحملتك وتحطه في بوست، تكتب البوست هذا اللي حكينا عنه امبارح، انك بدك تكتب قصتك او بدك تكتب البوست بطريقه مؤثره. بنهايه البوست انت لازم تطلب من الشخص اللي بيقرا في البوست يعمل اشي، ادخل زور حملتي على بروفايلي، نزل التطبيق وادخل ادعمني، شارك هذا البوست مع اصدقائك، اي اشي، بس الشخص قدامي لما يقرا البوست يتصرف يتحرك يعمل اي شيء. اوكي، فهاي الشغله خدوها بعين الاعتبار بكل الحكي اللي انتم بتحكوا مع اي حدا بغض النظر وين، مكتوب وجها لوجه بفيديوهاتكم، كل هاي التفاصيل اسمه call to action. ديل؟ فبرضه اللي حابب، يعني بتمنى انك اخذتوا نوتس في هذا الموضوع، واللي حاب انه يرجع ياخذ اي نصائح في هذا الموضوع فانا موجوده على الواتساب ممكن اساعد اي حدا. فاينلي موضوع التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي. الناس لسه ما بيعرفوا انه في تطبيق اسمه ادزيد. بالعاده اي مؤسسه او اي حدا هلا بده يوصل معلومه، السوشيال ميديا هي الحل. بالعاده زمان كان في ايميلات، كان في اشياء على التلفزيون، على الراديوهات، هاي الامور كلها عم تنقرض حاليا. السوشيال ميديا هي عباره عن الوسيله لاي رساله انت بدك توصل للناس، تمام؟ فالطريقه انه ناس يدخلوا على بروفايلك على الابلكيشن يعملوا لك سيد، او يدخلوا على بروفايلك على موقعنا ويعملوا لكم دونيشن، فهاد كله بيجي مينلي من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي الشيء الاساسي اللي احنا حنتعامل معه. احنا برضو منا شخصيا الادتي رح نبعت ايميلات، ورح نبعت ايميلات دائما لكل النتورك تاعتنا، بس السوشيال ميديا شيء كتير مهم، واحنا حاليا هلا عم نشتغل على حملتنا، وانتم كنتوا تشتغلوا نفس الموضوع. عشان هيك لازم تاخذوا الموضوع بشكل جدي، بدكم تكتبوا بوستات السوشيال ميديا بشكل جدي. مش عم بحكي جدي انها مش عم بتضحك، قصدي انه تاخدوها بمحمل الجديه، انه مش خلص بوست والسلام، لا، بدكم تاخدوا فتره وانتم عم تكتبوا في البوست تتاكدوا انه معالمه كلها جاهزه، انتم حاطين كول تو اكشن في الاول، انتم حاكين من انتم اللينك تاع الابلكيشن صح، اللينك تاع الويب سايت صح، طالبين منهم طلب، مشايرينه على كثير اماكن، تمام؟ فهاي شغله كنت تاخدوها بعين الاعتبار، هاي اول شغله. ثاني شغله، طريقه النشر من سوشيال ميديا لسوشيال، يعني من سوشيال شانل لسوشيال شانل ثانيه تختلف. فهذا عشان هيك في ناس هلا حاليا عم بدرسوا شيء اسمه سوشيال ميديا استراتيجيز او الديجيتال ماركتينج، لانه هذا لحاله صار علم كبير، تمام؟ فانا كحدا ماسك مثلا السوشيال ميديا هون في ادسيد، طريقه وضعي للبوستات على صفحه الفيسبوك عن طريق تويتر. ليه؟ لانه يعني على الفيسبوك انا اكتب اللي انا بدي اكتبه براحتي، ما في ليمت للكلمات. على تويتر بطلب منك 60 حرف، ممنوع تطلع اكثر من هدول ال 60 حرف. على انستغرام مثلا بطلب منك ابعاد صور معينه. على الفيسبوك اذا حطيت هاشتاجز، حطيت اكثر من 3 هاشتاجز، بقل الوصول على البوست تبعي. يعني فيسبوك نفسه سياسته انه اذا انت حاطط اكثر من 3 هاشتاجز البوست تبعك بقل الوصول عليه. لكن بتويتر، التويتر مش بموضوع قد كم هاشتاج انت حاط بتويتر، الموضوع قديش الهاشتاج هذا مشهور. في ايش اسمه تريندينج على تويتر، اللي هم الهاشتاجز للتريندينج اليوم اللي بيكونوا كثير مشهورات الاكثر تداولا، اوكي؟ فانا اليوم حاط هاشتاج سوريا، وسوريا الهاشتاج تبعها كثير تريندينج اليوم، في 100,000 واحد عم بدور على هذا الهاشتاج، ففي نسبه انه حدا يوصل على بروفايلي على بوستي هذا اكبر من لما احط انا هاشتاج طالب. يمكن ما فيش ناس عم تدور على هاشتاج طالب، اكيد في ناس، بس قصدي انه مش ترندنج اليوم. ممكن انا احط هاشتاج يوم احط يوم الجمعه البوست تبعي، واحط هاشتاج جمعه مباركه. بالعاده جمعه مباركه دائما ترندنج يوم الجمعه، فعدد الناس اللي بدوروا على جمعه مباركه
بدخله بكبسه عليها، بشوفه بوستك يمين هذا، بدخل بشوف شو القصه، بروح على بروفايلك بتعرف عليك وبعمل لك دونيت. شوفوا هيك السلسله. مثلا على انستغرام، اذا انا حط انستغرام بحكي لك حط ما تقدر هاشتاجز، عكس فيسبوك. فيسبوك بحكي لك اكثر من ثلاثه انا راح اقلل الوصول على حملتك، بس على انستغرام بحكي لك حط يعني خد كتر، حط كل الانستغرام، هاشتاج انستغرام، انستغرام توداي، سمر داي، طالب سكولرشيب، كل الهاشتاجز اللي تقدر تحطها حطها على انستغرام. هذا الاشي بيزيد الوصول على حملتك او على البوست تبعك. فشفتوا كيف اختلف طريقة من سوشيال ميديا لسوشيال ميديا تانية، سوشيال ميديا شانل لسوشيال شانل تانية. هاي انا حكيت لكم يعني لمحة عن الموضوع بصراحة، والموضوع يعني لحاله هذا بده جلسة كتير طويلة، بس انا اللي عم بحفزكم عليه اليوم انه انتم تدخلوا دوروا اكتر في هذا المجال، ابحثوا اكتر في هذا المجال، لانه حيفيدكم عن جد لحملتكم، لانه السوشيال ميديا هي القناة الرئيسية لانك تجيب ناس لحملتك. فبليز خذ الموضوع بالاعتبار. فاينلي خلصت برم. عندنا هدول التو ارتكلز اليوم برضه حنبعث لكم اياهم. الاولى picking a killer title for your crowdfunding campaign، كيف تختار عنوان رهيب خرافي لحملتك. اقراوا المقال عشان تعرفوا وتحسوا من التايتلز تاعون حملاتكم. كمان مره بعتذر انه ما في مصادر بالعربي، مصادر بالانجليزي كثير متواجده بس بالعربي مش كثير، بس ان شاء الله احنا وانتم يعني احنا عم نفكر في هذا الموضوع، انه على صفحه ادسيد نبلش نعمل زي بلوج. هذا البلوج احنا نصير نحط فيه مقالات بالعربي لكيف حدا يحسن من حملته بالعاده. ان شاء الله انتم حتساعدونا في الموضوع. فاللي هلا بيقدر يقرا هاي المقاله يتفضل يقراها. وتاني واحدة اللي هي pitching passion how to make an amazing crowdfunding video. هون في شوية tips انتم ممكن اللي هي خطوات تاخدوها بعين الاعتبار وانتم تعملوا بالفيديوهات تاعتكم عشان تكون الفيديوهات تاعتكم برضو رهيبة خرافية. فبتمنى انكم تستفيدوا من المصدرين. انا هيك خلصت، بس في شغلة بدي امر عليها معاكم. عشان حاليا احنا عم نشتغل على حملة شهر 10. هاي الحملة رح ناخد لساتنا عم نشتغل مع الديزاينر على شو الموضوع الرئيسي تاع الحملة، بس حاليا احنا لهلا واصلين تقريبا لهذا الثيم، اللي هو انه كل واحد منكم لازم يتعرف، يعني لازم يحكي لنا، يدور لنا على حدا مشهور كثير بالمجال اللي هو حابب انه يعني عم بدرس فيه. هذا الحدا المشهور عنده صورة برضه مشهورة، خلينا يعني نحكي انه معروفة، لما حدا بيشوفها بيعرف انه هذا الشخص هذا هو. اوكي، وتتصوروا زي هاي الصورة بنفس الوضعية، وإحنا ناخد الصورتين هدول ونحطهم جنب بعض. فمثلا الصبية هاي ما راح موجودة عندنا اليوم على التطبيق، هي دا تصير the next Steve Jobs. ليش؟ لأنه في متاع حملتها هي إنه هي دا تصير app developer في أبل، تمام؟ فأنا طلبت من مرح وعدت لها هاي الصورة، حكيت لها مرح لو سمحت تتصوري زيها. ما راح تصورت زيها، ولاحظوا بكواليتي منيحة، ما راح تصورتها في موبايل على فكرة، بس الإضاءة منيحة وإحنا هنعملها أبيض وأسود. فما رح بعتت لي هاي الصورة، وهذا اللي إحنا حالياً عم نشتغل عليها، هدول رح نغيرهم، وفي عنا باتش هون برضو عم نشتغل عليها، وهاي رح تصير لونها لون تاني. أنا عم بفرج بدرافت، عم بفرجيكم بإشي عم نشتغل عليها. بس الفكرة إنه أنت التاك تبع الكامبين تاعتك رح يصير I am the next flan, this is my dream, invest in my future. وهاي رح نشاركها مع الدونرز. فالدونرز لما يشوفوا هيك إشي جميل، شو عم بصير هون، بحمل حالي، بدخل على التطبيق، بتعرف عليكم. فمثلا اليوم نوار كان حاطط إشي للجيتار، إنه هو أصلا عم بيخلص تخصص جيتار هلا، فرحت حكيت لنوار مين أشهر حدا في مجال الجيتارات، مين حدا لما تحكي اسمه الناس بيعرفوه، بيعرفوا صورته، بيعرفوا شكله. فبعت لي اسم واحد، أظن كنت فاتحيته هون قبل شوي، لا سكرته. anyways فحكيت له نوار خد أشهر صورة تصور زيها وبعت لي إياها، والديزاينر عندنا لسه رح يشتغل أكتر عليها ويضبطها ويدمج هدول التنتين مع بعض. عشان هاي هي ثيم الحفلة. فمثلاً منكم هلا بدرس هندسة عمارة وحابب يصير زي زوها حديد، خلني أحكي زوها بلاش علي هلا يضربني، زوها حديد تروح تاخد، يعني أظن في واحدة صبية عم تدرس هندسة معمارية، شوفوا شو يعني أكتر صورة مشهورة زوها حديد، صوروا زيها وبعتوا لي إياها. وهذا الحكي إذا نقدر نعمله خلال اليومين الجايين بيكون ممتاز جدا، لانه احنا حاليا عم نحضر كل المحتوى تاع الحمله. فكل واحد فيكم يدور على حدا مشهور
يبعث لي اياها ويتصور زي نفس هاي الصورة. في عندك كمان الشاب محمود اللي بده يصير بده يربح جائزة نوبل، حكى انه هو بده يصير ذا نيكست احمد زويل، لانه احمد زويل هو اول عربي ربح جائزة نوبل. فراح شاف شو اكثر صورة مشهورة لاحمد زويل، وهو قاعد على الكرسي ولابس نظارات، لحسن الحظ الشاب برضه بلبس نظارات، فحيتصور نفس الصورة ويبعث لي اياها بكره، فنحطهم جنب بعض. فهمت شو ثيم الحملة؟ بتمنى انا هيك خلصت. فاللي بيحب يحكي يحكي لنا أسئلة. يعطيك العافية رمان، يزيدك عافية يا رب. هلا أنا قبل ما الأسئلة بدي أذكركم إنه تنضموا على جروب الواتساب. هلا رح أرجع أبعث لكم تبعه عشان اللي ما انضم ينضم. هيا، وبالنسبة للي لسه ما خلص البروفايل تبعه أو بيحب يعدل عليه، فهذا هو اللينك كمان. وكمان بضل اللينك أخير اللي هو تقييم التدريب. تعطونا رأيكم بالشي اللي حضرتوه خلال هالأربع جلسات من المرقد، لأنه هالشي بيفيدنا نحسن طريقة عرضنا ونقدر نفيدكم أكثر. فإذا ممكن شباب كثير مهم، كثير كثير مهم تعبوا تقييم التدريب، رجاء ما تخجلوا، مش ما في اسامي فبرحبها، بس كثير مهم لانه احنا عم نحاول ندور على افضل طريقه لاعطاء هاي التريننجز. فاذا انتم في اي جزء مثلا حسيتوا انه كان بامكانه ينعرض بشكل افضل، او في امور ما كانت واضحه بالنسبه لكم في مكان معين، اذا انا عم بحكي بسرعه او مش عم بحكي بلغه مفهومه او عم كثير بطول في الحكي، اكتبوا لنا هاي الاشياء، او مثلا البروجرام اللي عم نستخدمه هذا جو تو ميتينجز مش عاجبكم، او موضوع الشات اللي على الجانب مش عاجبكم، اي شيء مش عاجبكم بكل البروسيس تاعت التريننج بليز اكتبوا لنا اياها بالملاحظات اللي في التقييم. في حدا عنده اي ملاحظة اي شيء بحب تسأله عليه؟ هلا عم بقرا شو كتبوا انه الديزاين ممتاز وزي. شكرا، حبيت الفكرة معناتها. تخيل كل هلا حدا بس بالنسبة بدي ارجع لموضوع الانجليزي. هلا احنا بشكل اساسي بدنا البروفايلات تاعكم يكونوا بالانجليزي، لانه احنا النسبة الكبرى من الناس اللي احنا مستهدفينهم اما اجانب بيحكوا بس انجليزي او العربي اللي بالخارج اللي بيحكوا انجليزي وعربي. فالافضل انه يكون يعني مش الافضل، احنا بدنا اياكم كل حساباتكم تكون مكتوبة بالانجليزي. هلا بالنسبة للحكي في الفيديوهات، انا بنصحكم انه طبعا اكيد تحكوا باللغه اللي انتم مرتاحين فيها، تمام؟ اذا في حدا بيقدر يساعدكم انه تضيفوا زي سبتايتل اللي هو الترجمه على تحت، خصوصا جماعه الايفون لانهم بيقدروا يعدلوا على الفيديوهات تاعهم او يرفعوهم، اذا في حدا بيقدر يساعدكم انه تعملوا سبتايتل فيا ريت. اذا بتقدروا مثلا في كم فيديو بس تحكوهم بالانجليزي، انه انتم تتدربوا على الموضوع كثير وتتاكدوا انه الانجليزي صح اللي بتحكوا فيه، برضو انا ويارا ممكن نساعدكم في الموضوع. فبتكتبوا مثلا بالضبط شو بدكم تحكوا، تاكدوا انه انجليزي صح، تحفظوه منيح وتحكوه، فهاي طريقه، او انه تنوعوا الباقي يكون عربي، او اذا يعني وتكتبوا عليه سبتايتل. يعني الامور كثير متنوعه، بس انا حكيت لكم عشان نوع دونرز احنا مستهدفينهم هم بالعاده بيفهموا اللغتين، فهيك الافضل انه يكون انجليزي. وهذا الموضوع بس اعلق عليه. وفي كمان موضوع اللي هو الفيديو المائي، مش ضروري يكون إشي مميز، ممكن يكون مميز بلا واي نوت، بس قصدي انه يعرف عنكم. يعني راح اللي على التطبيق مش مصوري حالها باول فيديو، عامله هي زي فيديو هيك رسم، بس هي بالفيديو هذا عرفت مين هي، شو بتدرس وشو حلمها. هدول الثلاث اشياء الاساسيه بتكون عندكم بالفيديو الاول، عشان اذا الواحد فتح على حملتكم وراح على اول فيديو يعرف مين انتم، وينكم، شو عم تدرسوا، شو حلمكم. طريقة العرض مش مهمة، انتم حرين، بس هدول الأربع أشياء لازم يكونوا بأول فيديو، الباقي انتم حرين فيه. أوكي. عم تسألنا رانيا إنه إذا في برنامج نقترحه للترجمة تحت الفيديو. هلا انا ما كتير بعرف، ما اذا لمو عندك فكره عن برامج شو الواحد بيكون عم يعمل فيديو وتحته ترجمه، بس يمكن فينا نلاقي، يمكن فينا ندور على الانترنت ونطلع
مطلعة. انا هيني عم بدور هلا على الاب ستور سب تايتل. هاي في ابلكيشن اسمه سبتايتل فيديو، اد تكست تو فيديو، هيو على الابل موجود على الاب ستور. انستول، عم بدور هلا. واكيد في على الاندرويد كمان، بس على الاندرويد هي المشكله انه انتم ما حتقدروا انكم ترفعوا الفيديو من اللي عم بتصوروه. انتم لازم تصوروا الفيديو باستخدام كاميرا الموبايل نفسها، كاميرا التطبيق نفسها، فهاي المشكله. بس عم نحاول نحسن فيها لبعدين. هاي رح ابعت صورته، رح ابعت سكرين شوت هلا على جروب الواتساب. اوكي، مساء الخير. اهلا. اسال بس سؤال، هلا انتم في حال مثلا احنا بعد انتهاء الورك شوب هي، فينا نحن نرجع نقدر نتواصل معكم؟ يعني هلا مثلا هلا بالفيكيشن، انا هلا بعدني موجود بالبيت، فانا في كثير شغلات انا حابب اعملها بس ما في، يعني انا هلا عم بقطع من وقت الفيكيشن بس عشان اسمع الورك شوب كثير مهمه، وبس بدي ارجع على البيت واحد بيقدر يشتغل على مهله وعلى هذا الموضوع. في حال مثلا نحن كان عندنا استفسار او كان عندنا اي شيء مثلا، فين نضل على تواصل معكم خلال الاسبوع الجاي، ولا لا حتكونوا انتم مشغولين بالورك شوب الجديده وخلص تو ليت لحتى نحن نرجع نحكي معكم او شيء؟ هلا احنا حنكون مشغولين بالوركشوب الجديدة اكيد، بس احنا يعني واتسابي وايميلي فاتح طول الوقت، بامكانكم تتواصلوا معي باي لحظة انا ويارا، وطول فترة الحملة وطول فترة الشهر الجاي وما بعد الحملة كمان. انا صرت من النتورك تاعتكم اللي حكيت لكم اياها باول جلسة، فاحنا جاهزين لاي سؤال واي مساعدة خلال كل الفترة الجاية. كثير حلو. وبس بدي سؤال ثاني، يعني كيف فيني احصل هلا نحن اول ما بالاول لما عم لبينا الفورم لنسجل بالورك شوب، هلا الناس اللي بدهم يسجلوا الورك شوب الجاي وين فيني اجيب الفورم مشان كثير في لالي بده يحضر الورك شوب، فما بعرف وين اجيب الفورم مشان يقدر يتواصل معكم يعني، ولا يحكي تمام، معكم على الايميل ولا التواصل؟ في على صفحة الإدسيد على الفيسبوك نزلنا منشور قبل يومين، في مكتوب احنا يعني بالبوست مكتوب اللي فوت الجلسة تاعت هذا الأسبوع من خلال هذا النموذج بيقدر يسجل بالجلسة الجاية، فخليه يفتح على آخر منشور على الصفحة موجود النموذج، رح نتواصل معه بنفس الطريقة اللي حكينا معكم فيها الأسبوع هذا. تمام علي؟ شكرا لك، تسلم. عمر أكيد تفضل. عمر حابب تحكي؟ السلام عليكم. بعد اذنك حابب استفسر بس عن اول فيديو لازم ننزله هلا، شو لازم يكون فيه كاساسيات؟ يعني لازم اقول الجامعه مثلا، الدراسه، المواد اللي يعني اللي بيدرسها، يعني شو الاساسيات لازم احكي عنها؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، يعني يفضل المكان الصبر فيه وين؟ بالبيت، بالجامعه؟ هل يفضل البس المريول بتاع الدكاتره بالجامعه نفسه، ولا كيف يعني؟ هل يفضل اتصور بالمعمل بتاع التحاليل بتاع المعمل المختبرات اللي عندي بالكليه، ولا كيف؟ يعني عندي استفسارات كتير الصراحة، بس هي بدايتهم يعني. تمام، السؤال الأول شو كان؟ السؤال الأول نسيت والله. السؤال الأول كان بيقول الأساسيات تبع الفيديو، يعني أوكي أساسيات الفيديو. تمام، شو أحكي بقلب أول فيديو؟ بتحكي عن اسمك، أنت وين مكانك، شو التخصص اللي أنت عم بتعمل هاي الحملة، بأي جامعة أنت. تمام، هلا أكيد كده تضيف أشياء تانية بس هدول أشياء أساسية، اسمك، جامعتك، أنت وين، وشو جنسيتك. تمام، هذا أول فيديو. بالنسبة لموضوع اللي وين أصور، شايف كل اللي حكيتهم هدول كل، لأنه أنا عم بحكي لك إذا أنت بدك تعمل حملة شهر فأنت على الأقل على الأقل بدك تصور 25 فيديو، فمبلا صور بالمعمل، ومبلا صور وأنت رايح على الجامعة، وصور في البيت، وصور وأنت بالجامعة، كل مرة صور بمكان شكل. تمام، فما في مشكلة أبدا، يعني بالعكس أنت كل ما جبت أماكن أكثر، كل ما جبت كل مرة قصة أكثر للفيديوهات يكون أحسن. طب بالنسبة لآخر سؤال، بالنسبة للفظة الإنجليزية الصح، يعني وأنا عم أحكي بالفيديو لازم يكون الإنجليزي كنطق لازم يكون صح، طب أنا كيف ممكن أضبط هذا الشيء؟ يعني خصوصا نعرف الإنجليزي تبعنا كسوريين يعني ما كتير بنطق، مستخدمين أكثر بالشيء الجرامر وماشيين عليه. يعني تمام، هل ممكن ان الواحد الغربي مثلا او اللي حيتبرع ممكن
يعني لاحظ في قوة مثلا أو ضعف بالنطق بالإنجليزي، يمكن ما يفهم الشيء بقى. اوكي، ما في مشكله بالاكسنت، الاكسنت اللي هي النطق اللي انت عم تحكي عنه. انا عم بحكي تمام. لك انه الجرامر تكون صح، انه انت تكون حافظ منيح، انه انت مش عم بتخرب بالجرامر. بس موضوع الاكسنت، يعني اي حدا يعني كلياتنا عندنا، بسموها احنا العرب بسموا انه احنا عندنا اكسنت، لانه ولا واحد فينا حيقدر يتقن لا الاكسنت البريتش ولا الاكسنت الامريكان. انا صح بعرف احكي انجليزي بس ما بحكي لا امريكان ولا بحكي بريتش، وما في مشكله في الموضوع. ممكن احكي باكسنت عربيه تماما، فيش مشكله. المهم انه نحاول ما نغلط في موضوع الجرامر. عشان هيك بحكي لكم اكتبوا الفقره، بعتوها لحدا يساعدكم انه تكون صح. وموضوع الاكسنت السوريه بتاعتك هاي بالانجليزي فيش مشكله، حتى المصريين اذا بيحبوا يحكوا مصري بالانجليزي this is what we do، ما فيش مشكله. تمام ماشي، بس شكرا. عفوا عمر. مين كمان؟ لما بسألك سؤال إذا ممكن، شو كان اسم البلاتفورم اللي نحن بنستعملها لحتى يوصل المبلغ للإتسيد ويكون في ثقة من جهة الداعم؟ لأنه عم يوصلني سؤال على البرايفت، فمشان للأسف أنا نسيت اسم اللي هي السكريبت، كان اسمه السكريبت سكرايب. تمام، فذكرت لي قبل حكمه إنه إنه انه انه من خلاله احنا بنستلم المبلغ، وبالتالي هي شبكه موثوقه بيستعملوها كل منصات التمويل الجماعي بالعالم. فمن هي من هيك هي الى المصداقيه والى موثوقيه. فلما يوصل مبلغ لها معروف انه راح يوصل بعدين للجهه المستفيده اللي هي الجامعات، وبالتالي الطلاب. شايفين بهي هذا الحساب بتاع ستريب، هاي الموقع تبعه، شو كاتبين؟ The new standard، يعني الأساس الجديد in online payments. هلا كل حدا صار يعمل online payments، إنه الكاستمرز أو الناس اللي عم يستخدموا التطبيق بدهم يدفعوا أونلاين بيستخدموا ستريب. ستريب هي عن الشركة اللي بتحول المصاري من الشخص اللي عم بدفع لإحنا، وإحنا بنحولها عن طريق ستريب. هاي الشركة اللي كتير مضمونة هلأ صارت، وكل تقريبا كل كراود فاندينج بلاتفورمز، لونش جود، هدول الجماعة بيستخدموا سترايب في نقل البيمنتس. رانيا عم تسألي عن الأذر براغينج رايتس. أذر براغينج معناها تفاخر. انت أشياء تانية سويتيها بحياتك تحب تتفاخر فيها قدامنا، زي جوائز فزتي فيها، achievements، أشياء أنت أنجزتيها في حياتك، شاركتي في مؤتمر معين، أو فزتي بجائزة معينة، أو عملتي بحث معين، أو إشي أنت بالعادة تعتبريه إنجاز كبير في حياتك، وأنت هاد تعتبريه يعني إشي بتتفاخري فيه، فبتحطي بهذا السكشن. مين كمان عنده أسئلة؟ اللي حابب برضو يحكي على المايك إنه في عنده سؤال معين أسرع يحكي. طيب، اللي استفاد من جلسة اليوم وبطل في عنده أسئلة جاهز يكتب لي تمام على الجنب. راني عم بتقول لك تمام. انا شاركت بالموت. انت نجيتي من الموت، هذا اكثر شيء تتفاخري فيه. ولا عندي حتى نوار يس تقدر، انه انت تم اختيارك ما بين تمنية طالب لانك تكون تشارك في الورش اللي اسمها 1 2 3، اكيد تقدر تحطها. يلا عم بستنى في تمامات يا جماعة.
حنان، انا بتذكر انه انت كنت عم تعملي كورس محل وعم تعملي مانيفستو في بيبر، فبتخيل انه عندك انجازات كثير، واضح انك شخص كثير يعني طموح وبيسعى ليتعلم، فهي انجازات. ففيكي اذا ما كانت فيك إذا ما كانت يعني ما كان في عندك جائزة معينة أو هيك، فيك من خلال الفيديوهات مثلا تحكي إنه أنت بتحبي تتعلمي عن هيك وتعلمتي عن هيك، يمكن هذا الشيء بيفيدك كمان. رانيا تمامتي وصلت صح؟ آه تمامتك وصلت. إيه رانيا تمام. طيب يا جماعة، أنا كتير استمتعت معكم وكتير متفائلة لبروفايلاتكم، وإن شاء الله إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بالتريننج واستفدتوا كمان، واللي جاي لسه أعظم وأكثر وأحلى، والشغل على الحملة أحلى كمان. استمتعوا بالحملة أكثر ما تشعروا إنها ضغط أو إنها حمل عليكم. دائما يعني حتى لو لا سمح الله ما أجاكم الفند كامل، الخبرة اللي راح تكتسبوها خلال الفترة الجاية كتير حتكون مهمة وحلوة. وتنسوش انه خيار التمويل الجماعي دائما مفتوح امامكم باي لحظه في حياتكم. فلا سمح الله لا سمح الله اذا ما جهزت واحده من حملاتكم هون، يعني اذا الحمله ما كملت، فانت بالمرحله الجايه من التعليم تقدر تعمل كمان مره. ادسيد عم بكبر شوي شوي، ودائما مفتوح الباب قدامك انك تعمل حمله تمويل جماعي، وحتى ممكن تستخدم التمويل الجماعي لاشياء تانية في حياتك. يمكن بعضكم راح يعمل مبادرات في بالمجتمع اللي هم فيه وبدهم دعم، ف يقرروا يعمل حملة تمويل جماعي على اندي جوجو ولا على لونش جود ولا على واحدة من هاي المنصات. فأتمنى إنه يعني تكون عن جد استفدتوا، وكل اللي جاي أحلى وأحلى. إن شاء الله. عمر هلأ بس رح أتأكد من إذا أنا رح أرجع أعمل فيريفاي للي سجلوا اليوم، هلأ برجع ببعث لك إن شاء الله على الجروب. كل ما أعمل فيريفاي رح أبعت نوتيفيكيشن على الجروب الواتساب إني أنا اليوم هلأ عملت فيريفاي، فالمفروض إنه كل البروفايلات اللي سجلت جديد اللي نعملها فيريفاي. هلا بس في شغله نوت يا جماعه، قبل ما انسى، راح نضيف عندكم لما تيجوا تسجلوا على التطبيق بالاول تحت الجامعه، راح في مطلوب منكم السكولرشيب بروجرام. هلا هذا مش مطلوب منكم كلكم تحطوه، لانه بالعاده اللي بيكون جاي من مؤسسه منح هو اللي بحط الخيار، فهذا مش إشي اساسي. بس بما انه احنا حكينا لكم انه احنا بالعاده بنطلب اثبات طالب، في بعض منكم لساتهم مش جايبين قبول، فقررنا انه احنا نضيف الـ Very Important Projects Fund اللي هي الـ VIP.Fund، رح نضيفها تحت مؤسسات المنح. فبدي اطلب منكم كلكم انه انتم تحطوا مؤسسة المنح تاعتكم Very Important Projects Fund، عشان هيك يضمن انه احنا مؤسسة المنح الخاصة فيكم، بالتالي اذا اجى الفند إلنا رح نضلنا حافظين لكم اياه لحتى ما نبعث لكم اياه على الجامعة المعينة اللي رح تحصلوا على قبول فيها. فحلينا لكم هاي المشكلة، فرجاء انه ترجعوا تعملوا اديت مجرد ما تنضاف. رح ابعث لكم نوتيفيكيشن على الواتساب وعلى الايميل، فبتحطوا انكم تحت ال Very Important Projects Fund. واذا ممكن لا تنسوا تعبوا الفورمز اللي بعثت لكم اياهم، بكون منكم، ومثل ما قالت لما ما حيبين معنا رح ارجع ابعث لكم اياهم، مشان اذا كانوا يعني ما عاد بينوا كثير. هذا الفورم تبع ال تقييم، ما حدش يخجل يقيم، حدش يخجل بالعكس، يعني صار في التدريب بتفيدونا وبتفيدوا الطلاب اللي بعدكم ان شاء الله، وبتستفيدوا انتم كمان. اوكي بتخيل، معناتها احنا اليوم خلصنا. موفقين جميعا، وانا ويارا جاهزين نرد على اسئلتكم باي وقت. اكيد، يعطيكم العافيه. سلام، انا رح انهي جلسه.